توسل آدم من زلة بكفاه وهو أباك وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك معنا أمان يا رسول الله أمان وكذاك موسى لم يزل متوسلا ربك في القيامة محتم بحماك أمن أمان أي ضاد والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك هود ويونس من بهاك تجملا وجمال يوسف من ضياء سناك قد فقت يا طه جميع الأنبياء طرا فسبحان الذي أسراك وإذا سمعت فعنك قولا طيبا وإذا نظرت فما أنا طامع بالجود منك ولم يكن لمثلي في الأنام سواك أمان أمان صلى عليك الله يا الهدى ما حن مشتاق إلى لقياك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من وعلى